الاحتلال من مواقع الاحتلال في الشمال. لكن نذكر لما ارادوا يسوون المؤتمر الشعبي في جده في 13 الى 15 اكتوبر، كانت هناك محاولة في ذيك الفترة يوم 12 بالضبط 12 اكتوبر، كانت في محاولة ان تكون في دعوة خاصة لما يسمى بالمجلس الوطني. ليش لا لك لهم؟ ليش تصرف في اي دعوة؟ او تحديد تحديد مرة او بيطرية مرة. قسم الى تلال المؤتمر لن يعقد، لان الشرعية الشرعية بالنسبة للسورية اللي اكتسبتها في سنة 2000 وذاك، ما عدا ذلك ليست هناك شرعية.